بفضل الله قد تم ضبط كمية من مخدر الكوكايين من فترة سابقة. وردت معلومات عن وجود تشكيل عصابي يترأسه شخص أفريقي الجنسية، وهذا التشكيل يتكون من 4 أشخاص وهم يقوموا بجلب مخدر الكوكايين من دولة نيجيريا إلى الأراضي الليبية عن طريق منفذ القطرون، من ثم سبها ثم طرابلس وبالتحديد منطقة الدريبي. وبالتحري وجمع المعلومات استطاع المصدر اختراق هذا التشكيل، وتم التنسيق على شراء 20 جرام من مخدر الكوكايين. وبالتعاون مع فرع الأمن المركزي أبو سليم قد تم ضبط أحد أعضاء التشكيل متلبس بجرمه، وبالاستدلال معه اعترف عن وجود كمية تقدر بحوالي 1.5 كيلو من مخدر الكوكايين في منزل أحد أعضاء التشكيل الكائن بمنطقة الدريبي. قمنا بالاتجاه إلى منطقة الدريبي وبالتحديد منزل الشخص الأفريقي، وفعلا تم ضبطه بكمية قدرت بحوالي 1.5 كيلو من مخدر الكوكايين، وهم بصدد إحالتهم إلى النيابة المختصة. وأخص بالذكر الفضل يعود لله ومن ثم فرع الأمن المركزي أبو سليم لتعاونهم معنا ومساندتهم لنا لضبط هذا التشكيل العصابي الإجرامي، وحفظ الله ليبيا. لا لا هذا شوي ما هذا